حياكم الله، إلى ما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. كشف مجلس محافظة ميسان عن رفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية من أجل الحصول على مستحقات المحافظة. وأشار المجلس إلى أن قانون الموازنة ينص على تخصيص 30% من زيادة فرق السعر لتسديد المستحقات المتأخرة للمحافظات في حال رفع سعر برميل النفط الواحد عن السعر المثبت في قانون الموازنة، موضحا أن سعر البرميل الواحد في الموازنة هو 70 دولارا وأن الحكومة باعت النفط بحدود 79 دولارا. أعلن مصرف الرافدين منح قروض للموظفين والمواطنين والمتقاعدين لشراء وحدات سكنية في عدد من المجمعات الاستثمارية في المحافظة. وقال المكتب الإعلامي للمصرف إن من بين تلك المشاريع مجمع الصفا السكني في البصرة ومجمع الغدير السكني في النجف ومجمع مكي في ديالى. وأكد المكتب أنه سيتم شمول مجمعات سكنية أخرى في بغداد والمحافظات بمبادرة إقراض للراغبين بشراء الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية. ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية في بغداد وفي أربيل، ووصل سعر بيع المثقال الواحد من عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي إلى 481 ألف دينار، ووصل سعر الشراء إلى 477 ألف دينار، ووصل سعر بيع المثقال الواحد من عيار 21 من الذهب العراقي إلى 451 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 447 ألف دينار. وفي أربيل وصل سعر بيع الذهب من عيار 24 إلى 555 ألف دينار. أعلنت غرفة صناعة عمان أن العراق يحتل المرتبة الثانية كأكبر مستورد للصناعات الأردنية خلال النصف الأول من عام 2024 بقيمة 364 مليون دينار أردني. ووفقاً لتقرير صادر على الغرفة، فقد وصل إجمالي صادرات الغرفة خلال هذه الفترة إلى 2,847 مليون دينار أردني. وبيّنت البيانات أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أكبر دولة مستوردة من الأردن بقيمة 840 مليون دينار أردني، تلاها العراق ب 364 مليون دينار أردني. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا إلى 82 دولارا و 62 سنتا للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا إلى 78 دولارا و 54 سنتا. وعلى مدى الأسبوع ربح الخامان القياسيان نحو 4%، وهي أعلى زيادة أسبوعية لهما منذ شهر نيسان الماضي. وانخفض كلا الخامين بعد أن أظهر مسح تراجع معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في حزيران إلى أدنى مستوى في 7 أشهر. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.